أسس قسم هندسة الاتصالات عام 2003، ويحتوي على برنامج بكالوريوس هندسة الاتصالات مرتبة الشرف، وهو معتمد من المجلس الهندسي، وكذلك يحتوي على برنامج ماجستير هندسة الاتصالات وبرنامج ماجستير هندسة الشبكات والبيانات. نهدف من قسم هندسة الاتصالات جامعة المشرق في تجهيز مهندس على أعلى مستوى للمساهمة في التنمية في تنمية البلاد، وكذلك نهدف في تجهيز كادر على المنافسة إقليميا ودوليا. في قسم هندسة الاتصالات نعطي أولوية كبرى للشق العملي وربطه ربط مباشر للشق النظري، ونهدف بأن يكون الطالب مسلح بجميع الأدوات التي يحتاجها في حياته العملية. نهتم في قسم هندسة الاتصالات على تدريب الطلاب على أساسيات هندسة الاتصالات من اتصالات تماثلية واتصالات رقمية. فيها يتعلم الطالب كيفية الإرسال والاستقبال والتعديل وقياسات الفقد والكسب. من التخصصات المهمة في القسم الاتصالات اللاسلكية، حيث يتم تدريب الطلاب على التعامل مع الهوائيات والأجهزة المايكروويف والموبايل، بالإضافة إلى الأجهزة اللاسلكية المختلفة. نعطي أولوية لهندسة الألياف البصرية، حيث يتم تدريب الطلاب على الإرسال والاستقبال باستخدام الليزر والضوء عبر الألياف البصرية والفراغ. بالإضافة إلى التجارب العملية، لدينا برمجيات متخصصة في أنظمة الألياف البصرية، حيث يستطيع الطلاب من تقييم أداء الشبكات البصرية المختلفة. من التخصصات المهمة تخصص هندسة الشبكات، حيث يتعلم الطالب كيفية إنشاء وتصميم الشبكات المختلفة سلكية ولاسلكية، وكذلك يتعلم كيفية حماية الشبكات. نفتخر في جامعة المشرق بوجود مكتبة مجهزة بأحدث المراجع في مختلف العلوم، وكذلك نفتخر بوجود مكتبة إلكترونية كبيرة، حيث يتمكن الطلاب من الحصول على أحدث المراجع بصورة رقمية. أنا المهندس مناف مشهور الحميدان من الجمهورية العربية السورية، خريج جامعة المشرق كلية الهندسة قسم هندسة الاتصالات. تعتبر جامعة المشرق من أفضل الجامعات السودانية الخاصة على المستوى التعليم الأكاديمي، حيث حازت على الاعتراف الدولي والعالمي. تحتوي جامعة المشرق على العديد من الأقسام المجهزة بأفضل المعدات، بالإضافة إلى الكادر التدريسي الذي كان بمثابة سفينة حملها إلى المنافسة، حيث استضافت وشاركت في العديد من المحافل التكنولوجية. يعتبر قسم هندسة الاتصالات في جامعة المشرق من أهم الأقسام، حيث احتوى على العديد من المعامل واللابات المجهزة بأحدث التقنيات، حيث ساهمت في ربط المادة التعليمية وتنفيذها على أرض الواقع، مما فتح آفاق الإبداع والابتكار والمنافسة.